ألف لام ميم، وهذا معناها المقدمات في الآيات، ما معناها؟ إيه. اختلف أهل العلم في معنى ألف لام ميم وقاف وصاد وكاف ها يا عين صاد وألف لام ميم راء، يعني هل لها معاني في ذاتها أم أنها مجرد أحرف؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها مجرد أحرف جاءت للتحدي، يعني الله تبارك وتعالى يقول للكفار، يقول لهم ألف لام ميم صاد قاف نون حاميم عين سين قاف، أليست هذه أحرفكم التي تتكلمون بها؟ القرآن مكون من هذه الأحرف، إيتونا بقرآن مثله، هذه أحرفكم، ما جئنا بأحرف لا تعرفونها وكلمات لا تدركونها، إيتوا مثل. ولذلك غالبا لما تذكر هذه الأحرف يذكر بعدها القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد. عندما تذكر هذه الأحرف غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، كأنه يقول القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف، لكن هي في ذاتها ليس لها معاني خاصة بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.